قالك السيد داو الحكومه في الليل والله واحد ما سمع به قولوه يستاهل خليه يشبع شوبه في العشاء وليد اش من الميزانيه يا تقيوس هذا يقول راه الله ولوند يدخلوك الفيران يخرجوك اسبوع هنا ولا ركينا هذو الدر هذو ما يعرفوش الحبس تاع بكري تاع فرنسا يا وليدي كنا نتعذبوا راك قولك حاجه راك جوال الجهه هذه الجهه انا قاري معبده بالسيلوفان راك قالت لي فرنسا بالشالم ياو وقال لك السيد حكموه بكيلو صلا والله راه بوحده طويله لطيف ولطيف ولطيف يا اخي هذاك الرقيق هذاك واسمه هذاك طويل ولا واسمه ايه محضم وليد بوعلى ملاتشا ايه نعرف بابا رخيص يا لطيف بابا بصح انا نقول لك خويا تقيوش الله رغدني الباركينغ يا خويا وانت علاش غدك الباركينغ الباركينغ راه فارغ مكاينش اللي يخدم فيه يرحم باباك واحد مره تم والو تبعني كبير وجايع اسمع هذه خطر الاخرى اللي تقاري هنا فهمت ما زيدش نشوف كمارتك يا واحد الشاموتي وين عاد اي شيخي باغلو شيخي ما تعرفش تقاري بحالك دا تقاري في شهر تقتلنا كاع الحيط معني نخدموا به على الحيط هنا هيا روح هيا هاي نف اسمع هذا باركينغ جبتي لي معينك ها ما تحشمش يومين تخطر الطوموبيلات جاو لهذا فقط وي الطوموبيل هذا معينك هذا راه هذا راه 4 ايام ومقاري هنايا ملي كيكون قيبس لداخل ولا هاي مخلوقه طراي بالكاين هيا لا 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 واش راك دير هبلتي توا قال لك ماشي متربي يا بنتي ولا ما نخرجش عليك الخطره من عند عمك دقيوس شوفي الخطره الجايه ما كاش بلاصه واش هنا طوموبيلتك هكذا واش هنا قاري هنا معيدك روحي لا جاي روحي سلامه يا بنتي هي الجايه هي الجايه انشاء لازم تهضر معهم باحترام ولا باقه ماشي هكذا كبر يا عمي دقيوس واش عمي مقيوس ديتو لي باركينغ ديالي محضم انا هذا مكتوب على اسمي هنايا ما كلاسيف واش يرحم بابا ما حشمتش سميتو باركينغ اش معناتها ما تشوف في الحبس واش من عبدك تحكي عليه واش من عبد انا معافي خرجوني انت متى منخرج اي جوستومون قول ما عارفك يدبروا لك خدمه وما تاكل خبز على روحك هذا ديالي هذا مكتوب على اسمي انتوما تروحوا من هنايا واش علي مرك تحوش فينا تسمى ولا كيفاه يا مقيوس شدي عليه يا رحم والديك اليوم تثقلوا الراس ديالو اليوم الكف الاصبع يا معينك خليني ضرب معايا هو هو اقسم بالله غير نشمتك هو هذاك الشخ ماشي اليوم ماشي اليوم ظهري راه ويستر يا روحوا منا روحوا منا اسمع اسمع الطريق هذه واش مالك واقف عليها طيب لحنش انت مره قلتها نسبه الى ما راك تلحنش راك تشوف بلاصه هذه فراشه يمحنك منا وحنا منا فراشه بلحنش تعدى فيا والله ما قريت شوف راك عاد رجلك ست خطرات الدم ديالي طاحوا تبا يمحنك شوف يا بوقوق وزيدك حاجه هذيك البلاصه اللي واقف فيها هذا ايه. كان قبري دفنوني وانا حي الحمد لله ربي طول العمر اشبعت وانا كروكي عباك شحال تكذبوا يا اخو يا واش كاين راح منا راح قسم بالله غير شمتك عباك ندير لك طيط يا مقيوش راك تحوش فينا ولا كيفاه غادي نعاوز فيك روحوا منا لا لا قولها لي ما شبعتكش مليح يا معين قولها نجي لك راح منا لا لا عاودها لي قول نعاوز فيكم غادي نعاوز فيكم واش كاين واش نجاك تحوس اي شح روحوا لا نقول لك حاجه كيرير بلاك كيرير للدنيا هذيك هي هذيك هي راه كذابين يا كباب جاي هيني قاري تما مدام قاري تما زيدي شويه من تما مح أكي أكي هيلة قاري أقدر أيا مليحة مادام مليحة خليها تما روحي بسم الله الرحمن الرحيم وفي إطار مشروع الدولة حنا يا اسكت على جدنا الحلوفة يا قالوا مشروع الدولة يا اسكت شوفوا يا الخوة وبدون إطالة حنا خرجنا فرنسا خرجنا عوقضين عليها بالكفي محينك والآن الحق الوقت باش نخرجوا هاد الدر هادو تاع درك هادو شحب رشتي هادو هذا خرجت فرنسا لا لا تشقاو عندك هاي في الدار ايش قلت علينا ايش قلت ايش قلت انت قيوس ملي قلت لك ما تجيبوش هذا بنادم تقابل به ايش قلت وبدون ايطاليا يا جماعه المشروع تاعنا راه في خطر اليوم خرجونا من الباركينغ ولا يخرجونا من ديارنا يخرجونا من البلاد يمحينك يا هادو قادرين على كلش ما فيها يضربوا لا كوكايين كاشيات يضربوا كل شيء يا حبابك انا فراشه ما خوفنيش بالطيارات والكلب يخوفني الدر هادو درك انا وحنا نضربوا معاهم ما نقدروش نضربوا معاهم ايوا جيبو خلاص بديت ترقيقي بديت تخاف اسمع الرجل يجي معنا والخواف يجيب له جدو فهموا في الخطه هنا نطبقوا الخطه التقليديه فهمتوا نقعدوا كي البلوكا ومن بعد هما غير يجوا نحاصروهم ومن بعد يبدا الضرب هاي ليك ليا المولوديه الكفوف ما عليك بالكفوف والنقوره تقنا ولا كفانا الوقت نعدمهم ايه راكم واجدين واجدين ولا طاك ولا طاك
الباكينغ ديالي هنايا، فهم؟ شوف وليدي، ترى شغير ما تعرفش، فهمت؟ نعطيك الفرصة الأخيرة يا بعينو، ترجعنا الباركينغ ولا ما ترجعناش؟ ضحكتني على بالك. اسمع، صاحبي دقي وش غدار، والله غير يصونصلك. توما داموا معايا، ما بنتوما على بالك. راك تضحك، واش تحب نقول لك يا وليدي؟ راك قضيت على نفسك، حكمت على راك بالموت يا معينك. واش نقول لك حاجة؟ أنا باش ندنى لك نضربك والله ما نمشك. يعني يقولوا حقرة ولا إيه الناس تهدر. أنا بعت لك هذا الضعيف فينا. مقعوز ولا طاك. روحوا كيما راكم، ناكلكم أنا على بالك. يرحم بابي. محضم أنا، ماكلة سيف، نهبلكم إيه. دونك تا تقعد تدور علينا كنا حنا العميانة. طيب ايش كنت كنت ندير على جدك بكاس جيريكا؟ اسكت ايا. كاع المعارك يا محينك اللي خذيتهم في حياتي، كاع المعارك الطاحينة اللي خذيتها في حياتي، كامل ربحتهم، واحدة بواحدة. يا محينك، شيوا معركة وجمة، المدينة الضيقة، هذيك في الأخير فراشة قريب غلبتنا، ولكن تغلبنا عليها وفي التالي درنا ماتش نول. أنتم تبهدلوني، وليد البارح يغلبكم يا محينك. لافو أنت شكون؟ تاعو، تاعكم. تاعكم يا الجايحين على خاطر انتم ما تبعتوش الخطه المحكمه اللي قلنا لكم عليها. خليني يرحم والديك، خليني نتقل راسو، خلي انا الفريه وحدي هيا. بعتكم انتم يا البغوله، خليني نروح ليه يا محينك. خليني والله نقول لك حاجه اليوم، والله ما وجه لك والله ما بتها. يا دقيوس راح خويا بنكوراج. اطلق لي يدي يا خويا، اطلق لي يدي، سبحان الله. واحد ما راهوش يدك يا دقيوس. يرحم باباك. هما اللي ماشي اليوم، اليوم ظهري راه يشطب. دونتي تاعي ما شفتوش. هاك دونتي تاعك هاك.